قلت حديث حدثناه الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي من كبار التابعين قال من التابعين نعم قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقي إلا من عين أو حمى. طبعا هذا الحديث جاء مرفوع هنا، يعني صورته أو صيغة إيش؟ لما يقول الصحابي كلام إيش يسمى هذا؟ موقوف، موقوف على الصحابي، ولما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيش؟ مرفوع. وهذا الحديث مرفوع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. الرقية تجوز من العين. إيش هي العين؟ الإنسان العائن يطلق عينه استعجابا بشيء، فهذا الوقع عليه النفس أو العين يحصل له مكروه، كما حصل من عامر ابن ربيعة رضي الله عنه لما عانى سهل بن حنيف رآه يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني جلده كان جميل ولا بنت، تخيل بنت المخبأة. طبعا على زمان اليوم ما في بنات مخبأات، كلهم برا، وياريتهم برا برا وصورتهم تخزي، يلبسون الضيق كأنها عارية، هي كاسية لكنها عارية، شيء مخزي. أين غيرة هؤلاء الآباء والأولياء عليه على بناتهن؟ كأنها عارية ولا شيء. الناس يريدون هكذا، المجتمع يريد هكذا. قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل رضي الله عنه، صرع راح طاح، طاح من مكانه، عين ضربته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر وعلى وقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا قلت هلا بركت عليه، يعني قلت تبارك الله عليك. لذلك لما نرى شيء نحن شيء يعجبنا شيء نقول اللهم صل على النبي، الله يبارك عليه، تقول إيش؟ الله يبارك عليه، ما شاء. خاصة النساء، نعلم النساء هذا الأمر، الله يبارك عليه، ما شاء الله ابنك جميل حلو، الله يبارك عليه، مثلا بيتك جميل، الله يبارك لك عليه أو فيه، وهكذا استخدم العبارات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عامر أن يتوضأ ويغسل يعني مرفقيه وركبتيه وداخل إزاره، واغتسل به بعد ذلك سهل، ثم يعني نشر وبرئ بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الرقية من العين. طبعا إذا صاحب ذلك أيضا يعني ذكر قراءة قرآن ونحو ذلك، هذا أيضا جيد. أو حمى، الحمى هي إيش؟ سم العقرب أو لدغة العقرب، هي الحمى. لا رقية إلا من عين أو حمى. أتى له بالدليل فقال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني هو امتدحه على أن فعله بناه على دليل. وهذا يعطينا فهم دقيق أنه لا اعتراض بين الحديث الذي ذكره بريدة بن الحصيب والحديث الذي سيذكره سعيد بن الجبير. انتبهوا، لا اعتراض، امتدحه على هذا الفعل المبني على دليل، لكن أراد سعيد أن يرشده إلى الأفضل، وإلا لا اعتراض بين الحديثين كما سيأتينا.